إلهنا، خلقتنا وكتبت لنا أجلا، وأرسلت لنا رسلا، وأمرتنا ونهيتنا. إلهنا، عرفتنا بنفسك في كتابك، وحذرتنا من يوم لقائك، فمن يؤول إليه مصيرنا؟ ارزقنا بحب لقائك لتحب لقاءنا، فكل شيء زائل وكل حي سيموت ولن يبقى في الوجود غيرك. طلبت ودنا وغفرت ذنوبنا، وأعددت جنة لنا، وخلقت ملائكة تستغفر لنا. خلقت لنا الدنيا كدار ابتلاء، وخلقت لنا الموت ليحدد متى اللقاء. إلهنا، أنزلت قرآنا يهدي القلوب وتنشرح له الصدور، وجعلته لنا في القبور مؤنسا. إلهنا، أعطيتنا ولم نراك أمامنا، وسترت عيوبنا رغم تقصيرنا، وأصلحت شؤوننا ونحن لم نراعي نظرتك لنا. فكيف بك إذا جاءتنا الملائكة ونزعت أرواحنا من أجسادنا، ظننا أنك حليم وبالعباد رحيم. اللهم ارحمنا إذا رفعت الملائكة أرواحنا إليك. اللهم إن كنت لم تكتبنا من عبادك المرحومين، فاعطنا فرصة قبل الرحيل نتوب بها من خطايانا وذنوب اقترفناها. يا رب، أحببت من أحب لقاءك، وسارعت لمن جاءك تائب، وأويت من جاءك لاجئ. اللهم صل على محمد خير من بك تعلق، ولم تخدعه الدنيا وتجلد، أمرته فأطاعك ونهيته فانتهى، وعاش حياته على مرادك فنال الكرامة، وجاءه الموت مستأذنا فاختارك واختار لقاءك. اللهم صلي عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا ممن كان آخر كلامهم لا إله إلا الله، وارزقنا قبل الموت بتوبة، وارزقنا بحسن الخاتمة، واجعل لقاءك أحب إلينا من بقائنا مع أهلنا. اللهم إن هذا قضاءك فراضنا، وإليك مصيرنا فأحسن إلينا. اللهم إن كنت كتبتنا من الأموات بعد رمضان، اللهم تقبل دعاءنا وصالح أعمالنا، فليس لنا فرصة أخرى. الوقت قصير والعمل قليل، بذلنا أقصى ما في وسعنا، ومددنا أيدينا إليك ودعوناك وسألناك، فاجعل كل ألامنا وأحزاننا كفارة لذنوبنا، واجعلنا من عبادك الراضين بقضائك الواثقين بوعدك، ولا تميتنا إلا وقد رحمتنا وعفوت عنا، فإليك المصير. اللهم أنت من خلقت الموت وجعلته نهاية لنا من اختبار وابتلاء لنحدد مصيرنا. اللهم اجعل مصيرنا إلى الجنة، وارحمنا إذا جاءنا ملك الموت لنزع أرواحنا من أجسادنا. اللهم كن معنا، فلن ينفعنا أحد غيرك. اللهم اجعلها لحظة رضا، وخفف اللهم سكراتها. يا رب، جعلته هادم اللذات وفاقد الشهوات، وواعظ لنا من النسيان، وفاضح لحقيقة الدنيا. اللهم اجعلنا من المستعدين للقائك، المداومين على طاعتك. يا رب، هذه رحمتك بعبادك في الدنيا، فكيف إذا جاءتنا الملائكة ورأيناها رأي عين؟ اللهم اجعلهم لنا مبشرين وبحنوط من الجنة حاملين، ولا تجعلهم عابسين، واجعلنا ممن يسعدون برؤيتهم، وارحم ضعفنا وقلت حيلتنا بعد التفاف الساق بالساق وارتفاع الأبصار، ونزع الإرادة فينا وتجمد الأجساد، ويحملوننا على الأكتاف ويضعون في الألحاد، ويقيل علينا التراب ولا نسمع وقتها غير الخطوات، تتركنا وحدنا في أشد الابتلاءات، ويبدأ الحساب وتتعثر الكلمات. فهذا وقت لا ينفع فيه مال ولا بنون،
فقط أنت من يقدر، أنت من تلهم عبادك بالجواب. اللهم ارحمنا إذا ضاقت علينا القبور، اللهم اجعل قبورنا روضة من جنتك ولا تجعلها حفرة من نارك. اللهم إن كنا أخطأنا فتجاوز، وإن كنا تأخرنا عن التوبة فمن لنا غيرك، فمن للضعفاء سواك. اللهم ارزق نفوسنا بحسن الظن فيك أنك سترحم من سجد لك، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. اللهم أيقظ قلوبنا لتدرك حقيقة وجودنا، ولا نغتر بشبابنا. كيف ننساك وأنت من بيده مصيرنا، وكيف نعصاك وأنت من سنساق إليه. اللهم لا ملجأ منك إلا إليك، إذا جاء الموت ستنتهي الرغبات، ونفقد الشهوات، ونندم على ما فات، وتتحسر قلوبنا على ما خسرناه، ويعض الظالم على يديه، ويتمنى الكافر لو يعود. اللهم ارحمنا إذا رفعت أرواحنا إليك، وارزقنا بقلوب تتواضع لعظمتك لتنور رحمتك. وصلي على محمد، كان خير العباد، عاش على مرادك ومات في سبيلك، وتحمل حتى وفته المنية فنال السعادة والراحة، وربح وفاز. اللهم اجعلنا على خطى سائرين، ومن حوضه شاربين، وعلى طريقته متبعين، وعلى دينه محافظين، وفي جنته مجاورين. وبلغه منا السلام.